الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القضية الفلسطينية كانت وستبقى قضية الأمة المركزية، لأنها البوصلة التي تحدد مصير الأمة صعودا وهبوطا، والمؤشر الدال على مستوى وعيها ونهوضها وشهودها الحضاري. فلسطين بداية المواجهة الحاسمة بين الحق والباطل، بين الجاهلية والإسلام، هي الجرح الغائر في جسد الأمة المثخن بالجراح، ووصمة العار على واقع المسلمين المعاصر، وفاضحة تخاذل الحكام أمام قوى الاستكبار العالمي، تخاذل تجاوز كل الحدود ليصبح تآمرا على الأرض ومقامرة بمقدسات الأمة وخيراتها. أيها المشاهدون الكرام، نعقد هذه الندوة عن بعد في ظل جائحة كورونا، بعد مرحلة عصيبة عرفتها القضية الفلسطينية، كان من أبرز عناوينها محاولة أمريكا ومن يدعمها تنزيل بنود صفقة القرن المشؤومة التي أريد لها أن تقضي على ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني المناضل، وبعد تنامي ظاهرة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب التي بدأت تظهر هنا وهناك في تحدي لمشاعر المسلمين، وفي ظل استمرار استهداف المسجد الأقصى المبارك بالهدم والتهويد والتدنيس، استهداف في حق الإنسان الفلسطيني وفي حق المقدسات الفلسطينية وفي حق الأرض الفلسطينية. غير أننا أمام هذا الواقع ونحن نستحضر تضحيات أحبتنا في فلسطين، نتطلع إلى بشارة الله عز وجل وبشارة نبيه صلى الله عليه وسلم بخلافة ثانية على منهاج النبوة، بعد قرون الظلم والجور وبين يدي بشارة الاستخلاف، معركة الفرقان بين الحق والباطل، إيذانا بنصر الله تعالى الذي وعده عباده الصالحين كما جاء ذلك في سورة الإسراء. يقول الإمام عبد السلام ياسين في هذا الصدد في معرض حديثه عن الطريق لتحرير بيت المقدس: لا يكفي لمواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية إلا إعادة بناء الأمة، ابتداء من تربية الفرد المؤمن الذي نظر صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له. ابتداء من التربية يجب أن ننطلق، ثم نعيد التفكير في كل جزئية في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، نعرضها على المنهاج النبوي ونصانع الواقع ونصبر على طول الإعداد حتى تتوج جهودنا إن شاء الله بتوحيد الأمة. ويضيف رحمه الله: ستظل إسرائيل الابتلاء مؤقتا ريثما يدرك المليار ونصف المليار مسلم المتشرذمون هويتهم الحقيقية، لأن الابتلاء مفهوم مركزي في الإسلام يميز الله به الذين آمنوا من الكافرين، وعد الله جلي في كتابه العزيز، لكن تحقيقه رهين ببضعة شروط: بالإيمان بالمؤهلات السياسية والاجتماعية، بالمقاومة والاستشهاد، وبالإعداد الطويل المتأني إلى أن يحل يوم التداول. فالنصر رهين بالاستحقاق، رحمه الله تعالى. في هذا السياق ولتلمس معالم التحرير والنصر، تعقد الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وقناة الشاهد سمرا مقدسيا بعنوان بيت المقدس ومعالم خط التحرير، بمشاركة كل من الدكتور عبد الفتاح العويسي المقدسي مؤسس المشروع المعرفي لبيت المقدس، والأستاذ علي بركة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، والأستاذ عبد الصمد فتحي رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والأستاذ عبد الحميد بن سالم الأمين العام للإئتلاف المغاربي لنصرة القدس وفلسطين، والباحث في الفكر الإسلامي الدكتور أحمد الفراك. لكل هؤلاء نقول لهم شكرا جزيلا على قبولكم دعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة للمشاركة في هذا السمر المقدسي. ونفتتح سمرنا هذا بمداخلة للدكتور عبد الفتاح العويسي المقدسي، وقد اختار لها
دور البعد المعرفي في تحرير بيت المقدس فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه مداخلة قصيرة ومختصرة ومركزة عن دور البعد المعرفي في التحرير القادم، أو دور المعرفة في قيادة التغيير والتحرير القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وسأقدمها على شكل رسائل. الرسالة الأولى: الاحتلال الحالي ليس هو أول احتلال، فهنالك الاحتلال الصليبي، هنالك الاحتلال البيزنطي، وهنالك الاحتلال الصليبي. والسؤال: كيف تم التحرير من هذين الاحتلالين؟ الإجابة توضح أن هذا التحرير تم من خلال وضع خطة استراتيجية تم تنفيذها عبر عدة أجيال حتى تم قطف الثمرة في نهاية المطاف. إذن التحرير هو جني ثمرة الإعداد بكل أنواعه، المعرفي والسياسي والعسكري والإغاثي. وبالتالي، وهذه الرسالة الأولى، وبالتالي لا تحرير بدون إعداد. الرسالة الثانية: الإعداد المعرفي للأمة المسلمة بصفة عامة سبق الإعدادات الأخرى، ولا سيما الإعداد العسكري. فالآيات الخمس الأولى من سطر سورة العلق هي أول آيات نزلت من القرآن الكريم تأمر بالإعداد المعرفي وتحرير العقول من خلال القراءة التي وردت في الآية: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن من خلال القراءة التي وردت مرتين، والقلم الذي ورد مرة واحدة وهو أداة الكتابة، وبين القراءة والكتابة وبينهما كان التوضيح والدعوة للفهم والتفكير. وبعد هذا الإعداد التأسيسي لأمة اقرأ في مكة المكرمة، جاء التكليف الإلهي الآخر للأمة في المدينة المنورة بإعداد القوة. والقوة كما ندرسها في مجال العلاقات الدولية نقسمها إلى قسمين: القوة الخشنة اللي هي العسكرية، والقوة الناعمة العلم والمعرفة. والآية في سورة الأنفال آية 60: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الرسالة الثالثة: خطة التحرير الاستراتيجية من الاحتلال البيزنطي وضعها ورسم خارطتها الجيوبوليتيكية المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت تقوم على ثلاثة أعمدة أساسية: الإعداد المعرفي، والإعداد السياسي، والإعداد العسكري. ونلاحظ أن التمهيد للإعداد المعرفي استغرق 11 سنة ونصف منذ البعثة النبوية الشريفة إلى الإسراء والمعراج، واستمر الإعداد المعرفي حتى بعد أن بدأ الإعداد السياسي والإعداد العسكري في السنة الخامسة أو السادسة للهجرة، واستمر حتى وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن الرسالة الثالثة: كانت المعرفة هي القاعدة الأساسية لمثلث أو هرم خطة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتحرير المسجد الأقصى المبارك. الرسالة الرابعة: خطة التحرير من الاحتلال الصليبي كانت تقوم أيضا على الأعمدة الثلاثة: الإعداد المعرفي، والإعداد السياسي، والإعداد العسكري. وهنا دعونا نتوقف عند العبارة الشهيرة التي قالها صلاح الدين الأيوبي لجنوده يوم التحرير: لا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم، بل بقلم القاضي الفاضل. والقاضي الفاضل هو عبد الرحمن البيساني التي كانت شهرته القاضي الفاضل، وهذه ملاحظة مهمة، كان الرجل الثاني بعد صلاح الدين الأيوبي. إذن كان هنالك تحالف وثيق بين المعرفة ممثلة بقلم القاضي الفاضل الذي لقب بمحيي الدين، والسلطة
ممثلة بالقائد السياسي والعسكري صلاح الدين الأيوبي الذي لقب بالناصر، وهذا تنفيذا لمقولة الفاروق، هذا التحالف بين السلطة والمعرفة، هذا تنفيذا لمقولة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتح بيت المقدس: أنت على ثغرة من ثغور الإسلام فلا يؤتين من قبلك، والتي تدعو إلى التخصص والتكامل مع المسارات الأخرى. بعبارة أخرى، التحالف بين المعرفة والسلطة، وهذا ما فعله المستعمر في بلادنا. الرسالة الخامسة تضمنت الخطتين للتحرير من الاحتلالين البيزنطي والصليبي: الإعداد السياسي والعسكري الذي تم بناؤهما على الإعداد المعرفي. إذن الإعداد المعرفي لعب دورا محوريا ومركزيا في التحرير الأول والثاني. الرسالة السادسة: ما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تعلمناه من حركة التاريخ الدروس الآتية. الدرس الأول: الإعداد والبعد المعرفي يمثل الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الإعدادات الأخرى، ويسبق الإعداد والعمل السياسي والعسكري. ثانيا: العمل السياسي والعمل العسكري بدون بناء معرفي منظم ممنهج ومنظومة معرفية متكاملة كارثة. ثالثا، في الرسالة السادسة ثالثا: الإعداد والفتح المعرفي يسبق الإعداد والفتح السياسي والعسكري. رابعا: تحرير العقل يسبق تحرير الأرض. هذه معادلة مهمة جدا، تحرير العقل يسبق تحرير الأرض، لأن إذا كانت العقل محتل والأرض محتلة، كيف يمكن للعقل أن يخطط من أجل تحرير الأرض؟ وبالتالي يجب أولا تحرير العقل. إذن إغفال تحرير العقول وإهمال البعد المعرفي كارثة بل طامة كبرى. الرسالة السابعة وقبل الأخيرة: المعرفة ليست العلم وليست الثقافة وليست دورات في معالم المسجد الأقصى والقضية أو في القضية الفلسطينية على أهميتهما، فالمعرفة هي المرحلة الخامسة للعمليات المنهجية المنظمة التي تعني الإدراك. المعرفة تعني الإدراك الذي يمدك بالطاقة التي تؤدي أولاً إلى إنتاج المعرفة وتأصيلها، ثانياً صناعة الفعل بدلاً من ردة الفعل، ثالثاً صناعة الأمل، فالتغيير هو الشكل العملي للأمل، كما أن الأمل يتطلب من الإنسان إحداث التغيير، ويتطلب أيضاً بذل الجهود الحثيثة والممنهج. إذن العلم ليس من أجل العلم، بل العلم بمعنى أن تفهم ويؤدي للعمل، فالعلم إمام العمل. والمعرفة ليست أن تعرف، بل المعرفة بمعنى أن تدرك وتدفعك إلى التغيير. ولهذا يجب أن يكون شعار الأمة في هذه المرحلة: المعرفة تقود التغيير والتحرير والعمران. الرسالة الثامنة والأخيرة: بعد مرور أكثر من 100 سنة على الاحتلال الحالي الذي بدأ بالاحتلال البريطاني في عام 1917، السؤال: هل اعتمدنا الإعداد المعرفي كأولوية؟ وهل لدينا خطة معرفية للتحرير القادم؟ أو على الأقل هل لدينا معالم خارطة طريق معرفية للتحرير القادم؟ مع الأسف الشديد الإجابة لا. ولو أعدنا التأمل في واقعنا سنجد: أولا، سبق احتلال الأرض البريطاني في عام 1917 نكبة معرفية ركزت على الهوية والمفاهيم والمصطلحات. ثانيا، لم ينجح المستعمر في احتلال أرضنا فقط، بل نجح في احتلال عقولنا، فأضحى الاحتلال مع الأسف الشديد احتلالا مركبا مزدوجا: احتلال الأرض واحتلال العقول. ثالثا، حالة التيه التي يمكن تلخيصها بالنكبة المعرفية واحتلال العقل. الخلاصة: لا يمكن لأمة
أن تحرر أرضها وعقول أبنائها وبناتها محتلة ومستعمرة من القوة التي تحتل أرضها وتسرق خيراتها. والمطلوب الأمة بحاجة ماسة وعاجلة إلى أن تعطي الأولوية للأولوية المنسية، والله مع الأسف الشديد أولوية منسية، أن تعطي الأولوية للأولوية المنسية وهي تحرير العقول والإعداد المعرفي، أو بعبارة الإمام عبد السلام ياسين رحمة الله عليه، قومة معرفية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر جزيل الشكر الأستاذ عبد الفتاح العويسي المقدسي على مداخلته القيمة التي تحدث فيها عن دور وأهمية العلم والمعرفة والتوعية لتحرير المسجد الأقصى المبارك وتحرير فلسطين، وركز على ضرورة الاهتمام بهذا الجانب المهم من طرف الباحثين والمهتمين بالقضية الفلسطينية، فشكرا له مجددا على مداخلته القيمة. ونمر مباشرة أيها الحضور الكريم إلى مداخلة أخرى للناشط المقدسي الأستاذ علي بركة، وهو عضو حركة المقاومة الإسلامية حماس، ليتكلم لنا عن محور مهم في هذا السمر المقدسي بعنوان دور المقاومة في تحرير بيت المقدس، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، للدفاع عن بيت المقدس، للدفاع عن القدس قبلة المسلمين الأولى. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالأقصى هو آية في كتاب الله عز وجل، وهو جزء من عقيدة المسلمين، لذلك الاعتداء على الأقصى هو اعتداء على عقيدة المسلمين، هو اعتداء على كتاب الله. هذا الكتاب لكل المسلمين وليس للشعب الفلسطيني وحده، لذلك على كل الأمة اليوم أن تهب لنجدة الأقصى الذي يتعرض لخطر التقسيم والتهويل. القدس كما أعلنها ترامب هي عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب، وهذا باطل وافتراء، وهذا عدوان على مقدسات الأمة الإسلامية. لذلك اليوم هناك خطر كبير يتهدد المسجد الأقصى المبارك. صفقة القرن الأمريكية التي أعلنها ترامب في يناير الماضي من هذه السنة، هذه الصفقة هي حرب على المسلمين وعلى العرب وعلى كل الشعب الفلسطيني. هذه الصفقة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بكل مكوناتها، تصفية الأرض، ولذلك تسعى حكومة نتنياهو اليوم لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة. وهذه الصفقة أعلنت عن تهويد القدس واعتبرت القدس عاصمة للكيان الغاصب. هذه الصفقة الأمريكية منعت وقررت منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم. فقضية فلسطين أيها الإخوة لها ثلاث مكونات رئيسية: الأرض والشعب والمقدسات. إذا راحت الأرض وراحت وتهودت المقدسات ومنع اللاجئون من العودة، فانتهت القضية الفلسطينية لا قدر الله. لذلك مطلوب اليوم من كل أبناء الأمة العربية والإسلامية دعم المقاومة الفلسطينية من أجل تحرير الأرض الفلسطينية كاملة، من البحر إلى النهر ومن الجليل إلى النقب، ومن أجل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أخرجوا منها منذ العام 1948. وكذلك لا بد من التحرك العاجل لإنقاذ القدس من التهويد ولإنقاذ المسجد الأقصى المبارك من التقسيم. العدو الصهيوني يسمح للمستوطنين اليوم لاقتحام المسجد الأقصى يوميا من الساعة السابعة صباحا
حتى الساعة 11 قبل الظهر. هذا تقسيم زماني يحدث يوميا، ولذلك العدو يسعى من أجل التقسيم المكاني، لذلك يسارعون من أجل السيطرة على باب الرحمة ومصلى باب الرحمة، لأن هؤلاء الصهاينة يعتقدون أن ما يسمى مخلصهم أو المسيح الدجال إنما سيدخل إلى القدس وإلى المسجد الأقصى من باب الرحمة، لذلك هم يحاربوننا من منطلق عقائدي. ولذلك على هذه الأمة العربية والإسلامية أن تستند إلى قرآنها وإلى سنة نبيها. المسجد الأقصى المبارك سيكون عنوان المرحلة القادمة، والمقاومة في فلسطين تعتبر أن تحرير المسجد الأقصى هو من أولى أولوياتها، ولذلك فإن معركة وعد الآخرة التي وعدنا الله سبحانه وتعالى أن نحرر فيها المسجد الأقصى المبارك، هذه المعركة سيكون عنوانها المسجد الأقصى المبارك. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يا رب، كيف يكون الدخول إلى المسجد الأقصى في معركة وعد الآخرة؟ هل يكون بالمفاوضات؟ هل يكون بالتسويات؟ هل يكون بالصفقات؟ لا أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى أكد في هذه الآية الكريمة أن تحرير الأقصى سيكون بالقتال وبالجهاد وبتدمير هذا الكيان الغاصب. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي أن المؤمنين الفاتحين للأقصى سيدمروا ما بناه هذا الكيان الغاصب وسيدمر هذا الكيان الغاصب. فتحرير الأقصى هو رمز لتحرير كل فلسطين إن شاء الله. والرسول عليه الصلاة والسلام نبي هذه الأمة وعدنا بتحرير قادم وبنصر قادم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو من ناوأهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إذن نحن معشر المسلمين، وخصوصا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، نحن على موعد مع نصر قادم، مع وعد الله سبحانه وتعالى. وقال العلماء أن أمر الله هو النصر، فلذلك هذه القضية منتصرة، قضية القدس وقضية فلسطين. وأخوانكم في حركة المقاومة الإسلامية حماس وفي كتائب الشهيد عز الدين القسام عاهدوا الله سبحانه وتعالى وعاهدوا أمتهم وشعبهم أن يمضوا في هذا الطريق، طريق المقاومة. لا سبيل للتحرير إلا بالجهاد والمقاومة، إن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة. والحمد لله رب العالمين، إن مقاومتنا بخير، وإن إخوانكم في قطاع غزة تحديدا قد لقنوا العدو الصهيوني دروسا في معركة الفرقان عام 2008 و2009، وفي العدوان الصهيوني عام 2012 في حجارة السجيل، وفي العصف المأكول عام 2014. العدو الصهيوني لم يستطع أن يجتاح قطاع غزة في هذه المعارك الكبرى، واستطاعت المقاومة الفلسطينية خلال 4 سنوات أن تطور من قدراتها منذ عام 2012 إلى 2014، حتى اليوم تستطيع المقاومة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بسواعد المجاهدين ودعم هذه الأمة المباركة أن تطور من أسلحتها ومن صواريخها حتى تستهدف كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإن شاء الله هذه المقاومة بقيادة حركة حماس وبقيادة كتائب القسام ستواصل هذا الطريق مع أبناء الأمة العربية والإسلامية حتى يأتي نصر الله إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى وعدنا في القرآن الكريم بنصر قادم، والرسول عليه الصلاة والسلام بشرنا بنصر قادم. فعلى كافة أبناء الأمة في المغرب العربي وفي المشرق العربي وفي شرق آسيا أن يلتحقوا بقطار المقاومة، أن يلتحقوا بقطار التحرير، لأننا ذاهبون إلى القدس قريبا إن شاء الله، والقدس هي رافعة لهذه الأمة، القدس ترفع من يدافع عنها، والقدس
تذل من يخذلها ومن يتراجع عنها. أيها الإخوة، نحييكم ونشكركم على هذا المؤتمر المبارك، ونشد على أيديكم ونؤكد لكم كونوا على ثقة أن إخوانكم في فلسطين لن يتخلوا عن طريق الجهاد والمقاومة. إخوانكم في فلسطين سيواجهون صفقة القرن الأمريكية، إخوانكم في فلسطين سيواجهون الاحتلال والاستيطان، حتى يكتب لنا الله سبحانه وتعالى النصر القادم. ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الأستاذ علي بركة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس على مداخلته القيمة التي أشار فيها إلى بركة فلسطين وبركة المسجد الأقصى وحتى الأمة الإسلامية والعربية على الاهتمام ببيت المقدس وبالقضية الفلسطينية والسعي إلى دعمها بكل السبل والوسائل، فشكرا مجددا له. نمر بعده إلى مداخلة الأستاذ عبد الصمد فتحي رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة ليتكلم لنا في محور القومة وخط التحرير، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما نتحدث عن بيت المقدس وعن معالم خط التحرير، لا بد بداية أن نتحدث عن مكانة بيت المقدس. هل مكانته تنحصر في صراع دائر بين فلسطينيين وبين شرذمة من اليهود الصهاينة، أو بين عرب وكيان صهيوني يحتل أرضا عربية، أم أن بيت المقدس وقضية فلسطين هي أكبر وأعم من ذلك؟ إن بيت المقدس هي أرض مباركة. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فهي أرض مباركة باركها الله سبحانه وتعالى، وفيها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. لكن مكانة بيت المقدس تتحدد بما حددته سورة الإسراء وبما حدده الله سبحانه وتعالى وعد الآخرة، فإن وعد الآخرة يعطي أبعادا كبرى لهذه القضية، فهي قضية مصيرية بالنسبة للأمة، فهي قضية تجسد الصراع بين الحق والباطل، بين الإسلام والجاهلية. يقول الإمام رحمة الله عليه: إن كان من تفاصيل وعد الآخرة أن نقاتل اليهود وراء الحجر والشجر إلا شجر الغردق كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وعد الآخرة مواجهة بين الإسلام كله تمثله الأمة المستخلفة بعد خلاصها من الفتنة وتحررها من كل عبودية لغير الله، وبين الجاهلية كلها يمثلها السم الجاهلي اليهودي الساري في الأرض الساكن فيها كلها. ويقول رحمة الله عليه: فمن كان يحسب أن قضية فلسطين وقضية الصهيونية قضية آنية مقطوعة الوصل قاصرة الدلالة عن مجمل سير التاريخ البشري وتاريخ الإسلام ونظام الكون، فما عرف سنة الله وما قرأ القرآن القراءة الفقيهة من هذه القراءة الفقيهة لكتاب الله سبحانه وتعالى، ومن هذه المكانة العلية والجلية والعظيمة الذي يضع فيها الله سبحانه وتعالى بيت المقدس وقضية فلسطين. منها ننطلق في تعريف معالم تحرير بيت المقدس ومواجبات هذه المرحلة والاستحقاقات التي تنتظرنا. بناء عن هذه المكانة العالية، فلا بد من شروط للتحرير، وأولى هذه الشروط التربية. لا يمكن أن يكون تحرير بدون تربية، لأن داء الأمة
هو الغتائية، هذه الغتائية التي أصابت الأمة بالوهن، ومكانه القلب. وكما يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن مكان التغيير هو نفس الإنسان، هو قلب الإنسان. فالتربية هي أداة التحرير، والتربية هي أداة النهضة، وهي أداة التغيير. تربية الإيمان في القلوب، تربية العلم في العقول، وتربية الجسم، وتربية كل تربية شمولية. ثم شرط ثاني: أن تكون لنا رؤية، رؤية وخطة استراتيجية بعيدة المدى. فإن العمل بدون علم خبط عشواء، فلابد أن تكون هناك رؤية واضحة، خطة استراتيجية نظرية للتحرير والتغيير. على ضوئها نتحرك، وعلى ضوئها نسير، وعلى ضوئها نعمل. لابد من خطة استشرافية تنطلق من أسس علمية تبين وتجسد وتحدد الأولويات والمقدمات والمراحل والخطوات، ثم تحدد النهاية. ثم الأمر الثالث كشرط أساسي هو العمل الجماعي، وجود جماعة، وجود تنظيم، وجود تكتلات تعمل لعملية التحرير. قد تتعدد، لكن تعددها في إطار تكاملي. قد تتخصص، لكن تعمل في إطار شمولي، في إطار تكاملي لا تباعدي ولا تنافري. إن الأمة في حاجة إلى عمل جماعي، في حاجة إلى إرشاد الجهود، إلى تعبئة الطاقات، إلى توحيد كل المسارات من أجل عملية التحرير. ثم الأمر الثالث الرابع، وهو إعداد القوة، القوة الإيمانية، القوة العلمية، القوة الفكرية، القوة التنظيمية، القوة الميدانية العملية، ومن ضمن القوة من أجل تحرير بيت المقدس القوة العسكرية بالنسبة لمن أرضهم محتلة من طرف عصابة ارتكبت كل أصناف الظلم وكل أصناف البطش بالشعب الفلسطيني. ومن هذا المنطلق، إن الخطوات التي تسير عليها المقاومة، مكونات المقاومة وأطراف المقاومة، كلها تسير في مسار بداية التحرير. إن ما تحقق المقاومة من انتصارات ومن بطولات هي مؤشرات وهي بدايات نستفتح بها مشوار النصر إن شاء الله عز وجل، ومشوار التحرير. ونحيي من هذا المنطلق كل الفصائل المقاومة بأرض فلسطين، كل الفصائل التي تقف في وجه هذا البطش وفي وجه هذا الإجرام الصهيوني، تدشن وتؤسس لمرحلة الانعتاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأمة للنصر والتمكين، وأن ينصر المجاهدين في فلسطين، وأن ينصر ويؤيد كل من يقف على ثغر من ثغور التحرير. وإن أمر الله سبحانه وتعالى ووعد الله سبحانه وتعالى وبشارة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست منا ببعيد، وإن الصبح لقريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذ عبد الصمد الفتحي على مداخلته القيمة، والتي تناول فيها القوم وخط تحرير بيت المقدس. نقول له مجددا شكرا لك على مداخلتك القيمة، ونمر بعده إلى مداخلة الأستاذ عبد الحميد بن سالم الأمين العام للإئتلاف المغاربي للقدس وفلسطين، كي يتكلم لنا في محور دور التدافع السياسي والإسناد في تحرير بيت المقدس، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية للمشاركين والمشاهدين، رمضان كريم للجميع. موضوع الذي نتطرق له بعنوانه الكبير بيت المقدس ومعالم خط التحرير، وأتطرق إلى محور واحد مع بقية الإخوة، وهو دور التدافع السياسي والإسناد في التحرير. وتمر بنا مناسبة هذه الأيام،
هي من المناسبات الكبيرة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وهي مناسبة ذكر النكبة. هذه النكبة التي كانت هزيمة كبيرة لأول مرة يحتل فيها أرض فلسطين احتلال شبه كامل، ويشرد فيها الشعب الفلسطيني بتشريد شبه كامل أيضا، وما زال لحد الآن اللاجئون خارج ديارهم. ولعل سبب الهزيمة لم يكن عسكريا فقط، وإنما سبب الأساسي هو الانهيار السياسي. كانت الجيوش العربية كبيرة، وكان المتطوعون كثيرون ومستعدون إلى تحرير فلسطين في ذلك الوقت، وكان هذا هو هدفهم. لكن الانهيار السياسي الذي أصاب حكام العرب والقادة العسكريين بسبب تلبيتهم للطلبات التي كانت تأتيه بالأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار، ففي الوقت الذي كان يشرف الثوار والمجاهدون على النصر يأتي القرار بوقف إطلاق النار فيتراجع الجميع. فكانت الهزيمة سياسية بامتياز وليست عسكرية. ولعلنا نأخذ درسين من هذا النكبة. الدرس للفلسطينيين وللعرب أن هؤلاء العرب أولا استهانوا بقوة واستعداد العدو، وهذا موجود، وثانيا وثقوا في المجتمع الدولي، هذا المجتمع الذي ساوى بين الضحية والجلاد، هذا المجتمع الذي كان هدفه هو تمكين الكيان الصهيوني، فأصدروا كثير من القرارات فثاق بها العرب وثاق بها الثوار ولبوها، وكانت نتيجتها هو مزيد من الاحتلال ومزيد من التشريد. ففوتوا الفرصة الكبيرة لسحق الكيان الصهيوني في ذلك الوقت بسبب تلبيتهم لهذه القرارات السياسية. فالهزيمة كانت سياسية بامتياز إذن. ثم هناك درس كبير ناله الصهاينة وهو مهم. فالصهاينة أدركوا بأن معركتهم مع العرب ومع الفلسطينيين هي معركة مفتوحة ولا تقتصر على الأرض الفلسطينية فقط، فهي معركة مقاومة عسكرية بامتياز داخل الأرض، لكنها مقاومة لكنها حرب سياسية واسعة مفتوحة لكل الدول العربية ولكل الدول الإسلامية بل لكل دول العالم. فاتجه من ذلك الحين الصهاينة إلى تطبيع العلاقات وإلى مد الجسور في جميع الدول المحيطة بالدول العربية خصوصا، ومنها الدول الإفريقية والدول الإسيوية. فعملوا عمل دبلوماسيين وسياسيين واقتصاديين، هذا الذي مكن للكيان الصهيوني إلى يومنا هذا. وقد صرح في ذلك الوقت دافين بن غورين بن غوريون سنة 1960 عندما قال أمام المؤتمر الصهيوني: إننا لا نستطيع أن نجبر جيراننا على عقد السلام معنا، ولكن ما من شيء يؤدي إلى تحقيق حدة أو إلى تخفيف حدة البغضاء لدى العرب وبالتالي يؤدي إلى السلام بينهم من أن نكسب مزيدا من الأصدقاء في دول إفريقيا ودول آسيا. ومن ذلك الوقت اتجه الكيان الصهيوني لإفريقيا واتجه إلى آسيا، واستطاع أن يصنع له مكانا في هذه الدول، واستطاع أن يحيط الدول العربية من خلال هذه الدول. فلنصل إلى نتيجة مهمة من هذه العبرة، هو أن معركتنا مع الكيان الصهيوني هي مقاومة بامتياز داخل الأرض لكنها سياسية بامتياز خارج الأرض وفي كل مجال، وأننا لما تخلينا أو لما تراجعت الدول العربية عن غزو فلسطين وانكفأت عن ذواتها في ذلك الوقت أيام 48 و 67 و 73 غزانا الكيان الصهيوني في ديارنا، وأصبح الكيان الصهيوني يخترق ديارنا، ولذلك وجب عمل سياسي واسع من أجل صد هذه الهجمة التطبيعية للكيان الصهيوني، والتي أثرت كثيرا على حياة الدول العربية إلى أن وصل إلى حالة من تدمير الجيوش وزرع بذور الفتن، وأصبح الكيان الصهيوني يتصرف في قرار كثير من الدول. النقطة الثانية وهي الدور السياسي والإستادي في خط التحرير. ما هو الدور السياسي الذي يمكن أن نقوم به من أجل التحرير؟ وأنا أقول بأن المعركة سياسية بامتياز،
والحسم العسكري يسبقه حسم سياسي. ومن العمل السياسي الذي يجب أن نقوم به هو أن نوجه بوصلة الأمة كي تبقى دائما نحو فلسطين بالتوعية والاستنهاض. طبيعة الحال لابد أن تكون بوصلة الأمة هي فلسطين، ثم التحذير من تحريف بندقية، التحذير من تحريف بندقية اتجاه إلا في اتجاه المحتل، من أجل أن نقضي على هذه الفتن التي أو القتال بين الشعوب العربية. أيضا تعزيز الحرية بين الأوطان حتى نستطيع أن نحرر فلسطين. لابد أن نكون أقوياء في بلادنا، لابد أن نبني أوطاننا، لابد أن نوحد جهودنا، لابد أن نركز جهودنا حتى تكون أوطاننا مبنية وأوطاننا متحضرة وأمطاننا يمكنها أن تقوم بالدور الواجب نحو الأمة وهو التحرير. ثم كثير من النقاط التي يجب أن نقوم بها مثل التواصل مع منظمات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، وهذا كله عمل سياسي ومن أجل عزل هذا الكيان، لأن الكيان يتكئ على هذه المنظمات ويتكئ على هذه الدول، ليس له قوة ذاتية كبيرة تخوف، وإنما قوته في هذه الدول التي تعينه. أيضا رفع الدعاوى القضائية في المحاكم الدولية على جريمة الجرائم التي يقوم بها، والمنظمة الدولية والقوانين الدولية تتيح للفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم وللفلسطين حقوق موثقة في الأمم المتحدة، يمكن للمنظمات الدولية أن تستند إلى هذه القوانين من أجل إدانة هذا الكيان الصهيوني ومن أجل عزله سياسياً. أين تجميع الجهود وتدسير العلاقات خصوصا مع الدول الإسلامية؟ فهناك جهود كبيرة تبذل من أجل تحرير فلسطين، لكن الجهود مبعثرة وليس فيها تنسيق وليس فيها تعاون، وخاصة في الدول الإفريقية والدول الإسيوية، ومن أجل أيضا مواجهة التطبيع في هذه الدول. أيضا التواصل مع أحزاب الصاعدة في الدول الكبرى، نحن دائما نتعامل مع حكومات ومع هكذا أشياء رسمية، لكن هناك قوى صاعدة، هناك برلمانات، هناك حكومات، هناك أحزاب صاعدة، هناك جمعيات كبيرة يمكن أن تفعل الشيء الكثير، وهذا عمل سياسي كبير يجب أن نقوم به من أجل عزل هذا الكيان ومن أجل فضحه في الدول الكبرى. لنصل إلى نموذج لحركات المقاومة والعمل السياسي، حركات المقاومة في فلسطين تقوم بعمل سياسي امتياز، ونجاحها هو بسبب هذا العمل السياسي الكبير، واستطاعت أن تتفوق في كثير المجالات، ليس المجال العسكري فقط وليس المقاومة فقط، وإنما استطاعت التفوق في المجال الاجتماعي في ظل هذا الحصار الذي تجاوز 7 سنوات، لكن لم تحدث أي هزة كما كان ينتظر العالم، تحدث هزة في المجتمع الغزاوي أو في المجتمع الفلسطيني بصفة عامة، فاستطعت أن تنجح. أيضا التفوق الإعلامي حتى أصبحت المصدر الموثوق في العالم، فهناك تطور كبير في الجانب الإعلامي، والتفوق الأمني أيضا الذي أصبح من خلال هذا التفوق عجز الكيان الصهيوني على استهداف القيادات، وعلى أيضا معرفة الأسرى المحجوزين في غزة، معرفة أماكنهم وأماكن تواجدهم. أيضا التفوق السياسي والدبلوماسي، فقد حققت الحركات المقاومة تفوقا سياسيا ودبلوماسيا من خلال الحكومات ومن خلال الحكومة التي كانت ترأسها ومن خلال البرلمان التي كانت تشكل في الغالبية ومن خلال العلاقات العربية الدولية التي أدارتها بكفاءة وليونة كبيرة. وأخيرا الاحتلال سيهزم سياسيا قبل أن يهزم عسكريا، ولعلنا نعطي نموذج لما يحدث الآن في هذه الأزمة الكبيرة التي تمر بها العالم، وهي أزمة الكورونا، والتي أعطت مؤشرا على بداية سقوط هذا الكيان الصهيوني، وذلك عندما تتشتت جهود الدول، فأصبحت كل دولة منكفئة عن نفسها، وأصبحت أمريكا في حالة تدهور وهي حليفته الكبرى، وأصبحت روسيا أيضا في حالة تدهور، وأصبحت كل القوى الكبرى التي كانت تهتم بالقضية الفلسطينية كانت تهتم بدعم الكيان الصهيوني، أصبحت مكافئة على نفسها وقد قللت من هذا الدعم. أيضا تدهور الحالة العربية، وهذا يؤثر ربما بصعود قوى جديدة، وأيضا الكيان الصهيوني في حد ذاته تأثر بأزمة الكورونا، وهذا ربما يقلل من الإنفاق العسكري مما يجعله في حال ضعف ويجعله في حالة عزلة،
وعندما ينقطع حبل الناس من هذا الكيان الصهيوني فسوف يضعف ويهزم سياسيا قبل أن يهزم عسكريا. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر الجزيل لضيفنا الكريم من الجزائر الأستاذ عبد الحميد بن سالم على ما تقدم به من مداخلة تناولت دور الشعوب العربية والإسلامية في إسناد القضية الفلسطينية ودور هذا العامل في تحرير بيت المقدس. ونمر بعده إلى مداخلة أخيرة للدكتور أحمد الفراك ليتناول لنا محورا مهما وهو دور التربية في تحرير بيت المقدس، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سعيد بلقائكم في هذا الشهر الفضيل، في هذه الأيام المباركة، في هذه الظروف التي ابتليت بها الإنسانية. أشكر الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة على دعوتها الكريمة للمشاركة في أشغال هذه الندوة التي اتخذت عنوانا لها بيت المقدس ومعالم وخط التحرير، وأنعم به من عنوان وأنعم به من موضوع يتحدث فيه في مثل هذه الظروف التي نتذكر من خلالها ظروف إخواننا وأهلنا في بيت المقدس وحوالي بيت المقدس وفي البيت المقدس ومعاناتهم منذ أن اغتصبت أرضهم وسرق حقهم، وهي أرض المسلمين جميعا وحق المسلمين جميعا. فتحية لأهلنا في بيت المقدس في الداخل والخارج، وتحية للأسرى والمرابطين في الأقصى، والرحمة على الشهداء الأبرار الأطهار الذين قضوا وهم في جهاد ضد الظلم وضد الاعتداء الصهيوني على الأرض وعلى العرض وعلى الدين. لا شك أن وضع الأمة المسلمة اليوم يعرف من خلال وضع بيت المقدس، فبيت المقدس هو معيار مقياسي وقياسي وضع الأمة المسلمة جميعا. فما تعيشه أرض المحشر وأرض الرسالات السماوية القرية المقدسة، ما تعيشه اليوم هو دليل على أن الأمة المسلمة تعيش حالة من الضعف وحالة من التردي والانحطاط الذي يدعوها إلى استجماع قوتها وإعادة النظر في جهودها المبعثرة قصد تجميعها من أجل بناء كيانها واسترجاع حقها وتحرير بيت المقدس من غاصبيه. السؤال الذي يطرح بهذا الصدد هو كيف نحرر بيت المقدس؟ ما الطريق إلى تحرير بيت المقدس؟ من الأجوبة التي نجدها عند العلماء وعند المفكرين وعند المهتمين بالموضوع، نجد الجواب المتعلق بالفعل السياسي. فهناك مدخل سياسي لتحرير بيت المقدس، وهناك مدخل معرفي لتحرير بيت المقدس، وهناك مدخل فكري ثقافي لتحرير بيت المقدس، وهناك مدخل عسكري جهادي لتحرير بيت المقدس. ولا شك أن هذه المداخل كلها هي شعب هذا التحرير، هي الشعب التي تنسجم فيما بينها وتتكامل فيما بينها وتتعاضد فيما بينها من أجل صناعة خط التحرير. فلا يمكن الاستغناء عن مدخل من هذه المداخل أو قوة مما يوفره هذه الجهة أو تلك. فالأمة تعيش في وضع فتنة ووضع ابتلاء ووضع غتائية، ولا مخرج لها من هذه الغتائية إلا بتطبيبها من جذورها. وجذور الغتائية والفتنة والابتلاء وجذورها توجد في نفس الإنسان. فالإنسان الذي يحرر بيت المقدس ينبغي هو أن يتحرر مما يلهيه أو مما يطغيه أو مما ينسيه مسألة بيت المقدس. فلذلك المعول في المسألة التي تتعلق بتحرير بيت المقدس، المعول عليه هو تحرير الإنسان، هو صناعة إنسان جديد، هو صناعة جيل جديد يكون جيلا قرآنيا نبويا واعيا بقضيته
عارفا بحقه مستعدا للتضحية والبذل من أجل استرجاع هذا الحق وإقامة البنيان من جديد. الأمة المسلمة اليوم في حاجة إلى تربية جديدة وإلى معرفة جديدة وإلى قوة جديدة، فكيف تدرك الأمة هذه التربية وهذه التعبئة وهذه القوة إذا لم ترجع الأمة إلى مكمن عزها ومكمن قوتها الذي هو إيمانها وعقيدتها وأصالتها. فالأمة الإسلامية العربية اليوم في حاجة، قلت، إلى جميع هذه المداخل، لكن حاجتها إلى التربية أكثر، وحاجة المسلمين إلى التربية أكثر. لكن أي التربية نقصد؟ هل التربية على الانزواء والدروشة والإعراض عن الاهتمام بأمر المسلمين؟ أم التربية التي تعني هي قراءة كتب علم التربية؟ أم التربية التي نقصد هي الثقافة والتوعية النضالية الحركية؟ التربية التي نقصدها هي التربية النبوية المتوازنة والشاملة. باختصار، لا يمكن إعداد جيل النصر أو جيل التحرير، ولا يمكن تحقيق هذا النصر وتحقيق هذا التحرير إلا إذا تمت إعادة بناء الإنسان الذي يسعى إلى هذا التحرير والذي ينجز هذا التحرير. فإنجاز فعل التحرير يقتضي مما يقتضيه إعداد القوة الإيمانية والقوة الروحية من طبيعة الحال في توازن وفي انسجام مع باقي القوى وباقي الإعدادات، لكن الأساس والنواة والمركز في مسألة التغيير هي تربية جيل جديد. هذه التربية لابد لها، قلت، أن تكون تربية شاملة. تربية شاملة بمعنى أن تكون تربية إيمانية قرآنية، وأن تكون تربية علمية، وأن تكون تربية مستقبلية، وأن تكون تربية واقية، يعني تقي الناس من المزالق ومن المهالك. لابد أن تجمع خصائص هذه التربية لتكون تربية شاملة ومتوازنة لا يطغى فيها جانب على جانب. لا هي تربية على التوتب وعلى الحماسة وعلى القفز إلى الأمام، ولا هي تربية مستقلة وبعيدة عن الاهتمام بأمر المسلمين، وإنما هي تربية تصنع خلق جديد وتصنع خلق جديد. وكأن هذه التربية تعد جيلا في الأمة، لا أقصد فقط جيل داخل يعني داخل أرض بيت المقدس، فبيت المقدس هو النواة، هو المركز، هو عاصمة أمة، لكن إعداد جيل معناه إعداد جيل في الأمة. الأمة كاملة هي مطالبة بإعداد جيل جديد تربى تربية قرآنية نبوية مسجدية، يكون في هذه التربية بيت المقدس في القلب، ويكون بيت المقدس هو مقياس عمل هذا الجيل ومقياس إنجازه ونجاحه. فلذلك لا يمكن أن نفرط في الجانب التربوي الذي من خلاله نصنع عملا استراتيجيا يحرر الإنسان ويحرر الأرض ويحرر العرض ويصنع البديل الذي تعز فيه الأمة ويتحقق لها التمكين بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى لابد أنه آت بقدره وآت بوعده الذي وعد به الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه الخصائص التمكين وتحقيق هذا الوعد، ولا بد فيه من شرط، وهو إعداد الإنسان. أي إنسان هذا الذي يستقبل قدر الله تعالى النازل بكرمه وفضله وإذنه؟ وأي إنسان هذا الذي تشرئب أفئدة أهله إلى نصر الله تعالى وإلى التمكين لدين الله تعالى؟ فإذا لا بد من تربية على محبة بيت المقدس وعلى العمل من أجل تحرير بيت المقدس وعلى القطع مع كل ثقافة تهمش بيت المقدس أو تلغي الاهتمام ببيت المقدس أو تتواطأ أو تطبع مع من يعني يستعمر أو يحتل أو يغتصب هذا الحق. فلذلك الأمة المسلمة اليوم
هي في حاجة ولا شك إلى إعداد جيل لا يعرف عن الصدق والإخلاص وإرادة وجه الله تعالى بديلا. هذا الجيل يعني الفريد الذي يتكرر في التاريخ هو الذي ينجز هذه المهمات الصعبة، المهمات التاريخية الكبيرة. ودون ذلك لا يمكن إلا أن نتحدث عن اهتمام بالقضية والاحتفاء بالقضية فقط، لكن مسألة التحرير هي مسألة أجيال، وهي مسألة أمة، وهي مسألة تربية، ونقصد بالتربية تربية رجال ونساء طالعة بالخصوص، تكون قدوة حية تأم هذا العمل الاستراتيجي القوي والقاصد الذي به يتحقق الهدف الكبير تحرير بيت المقدس من غاصبيه. إذن تبدأ هذه التربية من المسجد، من البيت، من المسجد، من المدرسة، من الكتاب، من المجلة، من الجريدة، من كل أنشطتنا، من كل أعمالنا، من قيام الليل إلى قيام النهار. فإذن هو قيام جماعي في الأمة في كل مكان بمختلف الوسائل في الداخل والخارج في مختلف ميادين العمل. لا بد للأمة أن تتربى تربية متوازنة وشاملة، من خلالها يمكنها فقط أن تحرر بيت المقدس. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كتب الله سبحانه وتعالى أن الأرض ستكون ميراثا لكن لعباده الصالحين، وهذه هذا الشرط لا يمكن أن يكون إلا للمؤمنين والمؤمنات الذين تلقوا تربية إيمانية إحسانية، هم الوارثون. الجيل الوارث هو الجيل الصادق، هو الجيل النظيف، هو الجيل النقي، هو الجيل الذي تربى على حب الله تعالى وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الجيل الذي تعلق ببيت المقدس وضحى من أجل بيت المقدس، هو الجيل الذي يحب هذه الأمة ويعز هذه الأمة ويسعى من أجل نفع هذه الأمة وتمكين هذه الأمة. ولا يمكن أن تنشأ في الأمة هذه الغيرة وهذا الحرص على تحرير بيت المقدس إذا لم تتربى الناشئة من صغرها على هذا التحرير. فقدر الله تعالى لا شك نازل، وسيفاجئ قدر الله المتقاعسين والقاعدين. فلذلك حري بالأمة اليوم أن تستيقظ وأن تعي دورها وأن تقوم بواجبها، ولكن تبدأ من التربية. فالتربية أولا وثانيا وأخيرا هي التي تصنع هذا الإنسان، شريطة أن تكون تربية متوازنة وشاملة ومستقبلية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من جديد للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وللضيوف المشاركين، وتحية لأهلنا في فلسطين. لا يسعنا في ختام هذا السمر المقدسي إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى السادة الأساتذة الأجلاء على ما تقدموا به من مداخلات قيمة لإطراء موضوع هذه الندوة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل المشاهدين الأعزاء. ونتمنى من الله عز وجل أن تكون هذه الندوة لبنة من لبنات تحرير بيت المقدس وتحرير كل فلسطين. وإلى فرصة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.